هذا البرنامج برعاية مصرف السلام الجزائر. الذكر أفتوني سؤالي داعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها، فؤادي ظامئ للخير أوصوني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم ما بعد، فيا أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في حلقة جديدة من حلقات الجواب الشافي، فمع مجموعة الأسئلة التي وردت إلى القناة. مع السؤال الأول، يقول صاحبه: بعد صلاة العشاء دائما أصلي الوتر، وعند الأذان الأول من صلاة الصبح أو قبله بمدة وجيزة أصلي ركعات، هل هذا جائز؟ المسلم إذا كان له ورد خاص من قيام الليل، وكان يعلم من حاله أو يظن ظنا غالبا أنه بإذن الله تعالى يستيقظ لأداء هذا الورد قبل صلاة الفجر، فإنه من السنة أن يؤخر الوتر وصلاة الوتر إلى ما بعد هذا الورد الذي سيصليه بإذن الله تعالى. أما لو رأى من نفسه أنه ربما يغلب عليه أو شيء من هذا القبيل، أو ظنا غالبا أنه لن يتمكن من الاستيقاظ لأداء هذا الورد، فإنه يسن له أن يعجل صلاة الوتر. لكنه لو أنه فعل ذلك ثم استيقظ من الليل، فهل يشرع له أن يصلي ركعات كما هو سؤال السائل؟ نعم، يشرع له ذلك بإذن الله تعالى، وهو متقبل بإذن الله تعالى إذا أداه بإخلاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه أنه كان يزيد، كما في حديث عائشة في مسلم، كان يزيد ركعتين يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوتر. وورد في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال، أو فيما ورد عنه أنه قال: من يعني غلبه يعني استيقظ من الليل فسبح أو دعا الله جل وعلا استجيب له، فإن قام فتوضأ فصلى تقبل منه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فيجوز ويشرع له أن يصلي، ولكن مع ملاحظة أنه لا يعيد صلاة الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا وتران في ليلة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. سؤال آخر، يقول صاحبه: ما الفرق بين صلاة القيام وصلاة التهجد؟ أرجو التوضيح أحسن الله إليكم. صلاة القيام قيام الليل هو كل ما صلي ما بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. إذا قلنا صلاة الفجر المقصود به ما بعد طلوع الفجر الصادق، يعني الأذان الثاني، هذا هو المقصود. فكل ما يصليه الإنسان من نافلة بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، كل هذا يسمى قياما، سواء فعله بعد قيام بعد استيقاظ من نوم، أو فعله بعد العشاء من دون نوم. فكصلاة التراويح التي نحن نصليها في رمضان مثلا، فهي صلاة قيام، هي قيام الليل، لأنها أديت بالليل وأديت بعد صلاة العشاء، فبالتالي فهي قيام ليل بإذن الله تعالى. أما التهجد في لغة العرب، فتهجد بمعنى ترك الهجود، والهجود هو النوم، التهجد هو ترك النوم والاستيقاظ لأداء تلك الصلاة، الصلاة التي هي قيام الليل، ولكن سميت تهجدا لأنها فعلت ما بعد النوم، فكل ما فعل ما بعد النوم يسمى تهجدا، يعني بعد النوم في الليل يسمى تهجدا. ولذلك فهو الفرق في التسمية فقط، وإلا فإنه هذا يعتبر قيام ليل، يعني الأول الذي ذكرناه، أو والثاني كذلك يسمى قيام ليل. نعم، ولا شك أن الإقبال على الله جل وعلا بترك النوم، والإقبال على الله جل وعلا بمجاهدة النفس فيترك فراشه ويقبل على ربه، يعني الأجر فيه زائد على ذلك الذي فعل هذا يعني بعد العشاء مباشرة، فقام الشيء الذي كتبه الرب جل وعلا له،
فالأجر يتفاوت وعلى حسب الإقبال على الله تعالى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. سؤال آخر يقول فيه صاحبه: ما هي الطريقة الأمثل في طلب العلم؟ هل في محاورة الطلبة أو الطلبة يستمعون؟ أنا لا أدري ماذا يقصد هنا بطلب العلم، لأن ماذا يقصد؟ هل هو يقصد طلب العلم في المسجد، يقصد طلب العلم عموما، يقصد طلب العلم من المتعلم، يقصد طلب العلم تعليم العلم؟ فعلى العموم يعني أقول بأنه الطريقة تختلف من طالب إلى طالب، ومن معلم وأستاذ إلى آخر، ولكن كل الطرق التي حققت المطلوب من شرح المعلومات وتبسيط المنظومات وتفكيك ألفاظ المتون وإيصال المعنى إلى طلبة العلم، سواء كان من المتقدمين بمعنى في المراحل المتقدمة أو كانوا من المبتدئين والعامة، فكل تلك الوسائل والطرق التي أوصلت العلم إليهم بإلقاء هذا الأستاذ فهي مقبولة بإذن الله تعالى. والعلماء قديما في سلف الأمة كانوا على هذا وعلى ذاك، فكانوا يسمعون من طلبتهم كما في الحديث، وكانوا يلقون لطلبتهم فيسمعونهم، فهذا مقبول والآخر مقبول، والطرق متعددة. ولا شك أن فيه الآن في عصرنا طرق حديثة للتدريس، وهي يعني ثابتة أو أثبتت نجاعتها، فلا يعني حرج أن يستفيد الإنسان ويفيد منها بإذن الله تعالى، وينفع الناس وينتفع بها بإذن الله تعالى. والمهم فقط أن يبقى الإنسان في طريق العلم. لماذا؟ لأن طلب العلم فريضة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم، وفي الزيادة الصحيحة: ومسلمة. ولذلك فيبقى الإنسان على سبيل التعلم إلى أن يلقى الله جل وعلا، كما قال الإمام أحمد: مع المحبرة إلى المقبرة. صلى الله يتقبل منه ومنكم. سؤال آخر يقول فيه صاحبه: هل الاستغفار للمغتاب كفارة لمن يغتاب؟ ورد حديث في هذا الشأن ولكنه ضعيف، في أن العبد إذا اغتاب أخاه المسلم المؤمن بأن ذكر أن تذكر أخاك بما يكره، فأراد أن يكفر عن غيبته أن يستغفر لمن اغتابه. يعني أنا اغتبت مثلا اغتبت أحمد أو فاطمة، ويعني أنبني قلبي وأردت أن أتوب إلى الله جل وعلا، فأردت كفارة فأستغفر لأحمد وفاطمة، قال: يا رب اغفر لأحمد واغفر لفاطمة، غفر الله لنا ولها وله، فهكذا. ولكن هذا الحديث ضعيف لا يعتمد عليه في مثل هذا. لكن الواجب في لأن الغيبة، الغيبة يا جماعة معروف بأنها كبيرة من الكبائر، وأول ما يجب لمقترفها هو التوبة إلى الله جل وعلا، هذا أول شيء، هو التوبة إلى الله جل وعلا. ثم كما ثبت في الأحاديث الصحاح أنه من كان لدى أخيه مظلمة فليستحل له، يعني ما دام في حياته قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فليستحل له منه الآن. فإذا كان يرى بأنه لو جاء إلى أحمد هذا أو إلى فاطمة هذه اللي اغتابهم أو اغتاب غيرهم كذلك يجي يروح لهم، قال إذا شاف بأنه إذا كان راح وقال: يا ودي سمحوا لي، أنا راني اغتبتكم وتكلمت فيكم وتكلمت يعني كذا كذا، فاسمحوا لي، يعني راني جيت نستسمح منكم، اسمحوا لي وخلاص. فهنا قد استحل منهم إن شاء الله بإذن الله تعالى. وعادة الإنسان يعني أنه إذا عرف كيفاش يجي الإنسان هذا يعني اللي أذنب في حقه فإنه يسمح له إن شاء الله بإذن الله تعالى، ولكن هذا بعد التوبة، لأنه لا ينفع هذا دون هاك، هذا دون ذاك، ولا ذاك دون هذا. فيبدأ بالتوبة هي الأولى ثم يقبل على الثاني. فإن رأى بأنه لو أنه يعني أقبل على هذا الإنسان الذي اغتابه أحمد أو فاطمة كما مثلنا، ورأى بأنه لو يعني استسمح منه تزيد تتفاقم القضية وتزيد تغر الصدور يعني وتولي شيء يعني نوع من الشقاق ونوع من الـ 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 يعني الـ الـ وحر القلوب وشيء من هذا القبيل، فهنا يعني يدعو له بما استطاع أن يدعو له،
ويسأل الله جل وعلا أن يغفر له ذنبه الذي اقترفه في حق أخيه أو أخته في الله جل وعلا، والله تعالى أعلم. صلى الله يغفر لنا ولكم جميعا. آخر سؤال نقدمه في هذه الحصة وهذه الحلقة اليوم هو قول السائل: ما حكم العمرة عند المالكية؟ المالكية يرون بأن الواجب في النسك هو الحج فقط، هو الحج فقط، لحديث الأقرع بن حابس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباد إن الله قد افترض عليكم الحج فحجوا. فقال الأقرع بن حابس يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أفي كل عام يا رسول الله؟ يسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم مرات، ثم يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أفي كل عام؟ فيقول: لا، ولو قلت نعم لوجبت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب هو حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا مرة في العمر، هذا هو الواجب، هذا هو الواجب في النسك. أما العمرة فإنهم يقولون بأنها سنة مؤكدة وليست بواجب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها على جهة الوجوب، وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة وأظهرها ودوم عليها، بل ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عمرات أو تزيد أو تنقص على الخلاف المعروف بين الفقهاء في هذه المسألة. وأما قوله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله، فإنه لا يفهم منه أن الحج والعمرة ابتداء أنهما واجبان، بل الوجوب يستفاد في الحج، يستفاد للحج من قوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، حج البيت من استطاع إليه سبيلا على القراءتين، أو من قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، منها وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. أما العمرة فلم يرد فيها حديث صحيح فصيح يدل على الوجوب، وبالتالي أتم الحج والعمرة لله أي لمن تلبس بهما بالعمرة والحج فإنه يجب عليه إتمامهما. هذا والله تعالى أعلم. صلى الله تعالى ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ويجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذكر أفتوني سؤالي، داعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها. فؤادي ظامئ للخير. قدم لكم هذا البرنامج برعاية مصرف السلام الجزائر.